أخي الحبيب، أليس الله تبارك وتعالى هو القائل على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا؟ هذا الكلام صدر من نبي كريم وهو في أشد المواقف التي صادفته في حياته، حيث تبعه الكفار وأرادوا قتله، ولكن الله ثبته على الحق واختار له أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحزن ويخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي الكريم الذي علم البشرية، الذي أعطى الأمل بل أحيا الأمل في النفوس، قال كلمة رائعة: لا تحزن إن الله معنا.